يا ما يا ضاها الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلب صدري اللهيب هدي قلبي أنين امتى يا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى كل مسلم ومسلمة إلى كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة إلى كل مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقتدية إلى كل قلب هام شوقا بحب النبي صلى الله عليه وسلم إليكم قبسات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متسلسلة زمنيا بحسب عمره عليه الصلاة والسلام. نورت الدنيا نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في سن 58 من عمره، السنة 6 للهجرة، صلح الحديبية وغزوة بني المصطلق. وفي هذه السنة أجدب الناس جدبا شديدا، فاستسقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل المطر. وفي هذه السنة كانت عمرة الحديبية وصلحها، وذلك أن النبي خرج متوجها إلى بيت الله الحرام قاصدا العمرة، وخرج معه 1400 من الصحابة رضوان الله عليهم، فصدهم المشركون عن الدخول إلى مكة، فأرسل رسول الله عثمان بن عفان ليتبين أمر قريش، وحصل صلح الحديبية هناك بين رسول الله والمشركين. وفي هذه السنة أيضا حصلت بيعة الرضوان، وذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قريش ليبين لهم سبب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنهم يقصدون العمرة وليس القتال. وتأخر عثمان رضي الله عنه، فظن المسلمون أن قريشا قتلته. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى البيعة على أن لا يفروا، وتلك هي البيعة الزاكية المباركة المرضية التي ذكرها الله في سورة الفتح. وفي هذه السنة أيضا كان فرض الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة 10 من الهجرة. وفي هذه السنة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام، وذلك بعدما رجع النبي من الحديبية، وقد عاهد قريشا على وقف القتال بينهما لمدة 10 سنوات، مما أتاح له التفرغ التام للدعوة مع غيرهم. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراسلة ملوك العالم ودعوتهم إلى الإسلام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس هذا النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما أراد النبي أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده، وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، ولفظ الجلالة الله سطر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب